تنطلق يوم غد الأحد فعاليات المؤتمر العالمي والمعرض السابع للصيانة والاعتمادية مينتكون 2024، والتي تستمر لغاية 16 من الشهر ذاته، وذلك في مركز البحرين العالمي للمعارض تحت شعار تعزيز إمكانيات إدارة الأصول من أجل مستقبل مستدام. ويأتي المؤتمر العالمي لمناقشة أحدث ما توصلت إليه التقنيات الحديثة في مجال الصيانة والموثوقية وإدارة الأصول، وإبراز المبارسات في ترسيخ ثقافة الصيانة في مراحلها المختلفة.